صديقاتي أصدقائي الكرام، الحلقة الحالية شوي غريبة ولكن فيها ريشيرش، فيها فرح إنه يتعرف على شيء جديد الإنسان، وهو يمكن تستغرب الموضوع علاقة الموسيقار فريد الأطرش بالسودان الحبيب وبالشعب السوداني الحبيب، ومن ثم بعلمه العربي اللي كان يأمن فيه كثير. والموضوع بالضبط يعني علاقته بتمر عبر عدة أبواب. البوابة الأولى الحفلة اللي عملها بالخرطوم بال 1974، يعني نفس السنة اللي الله يرحمه توفي فيها، ولكن كان بناء لطلب من الجمهور السوداني، لأنه في برنامج أضواء المدينة اللي كان ينتقل من بلد لبلد لما راحوا على السودان بمجموعة من المطربين والمطربات الكبار بذاك الأيام. الشعب السوداني سأل عن موسيقار فريد الأطرش، وكان المسؤولين عن هذا البرنامج ضوء المدينة وعدوهم بفريد، وراحوا النوية وعمل حفلة تاريخية بال 1974. هاي وحدة علاقته بالسودان بالخرطوم كانت. الشغلة الثانية اللي هي بنفس السنة قدم له الرئيس جعفر نميري الجنسية مع وسام من أهم الأوسمة بالسودان. الشغلة الثانية، أول شيء العملية، إذا حكينا عن الحفلة وحكينا عن الجنسية، الشغلة الثالثة اللي ربطته بالسودان، وهون بيت القصيد مثل ما بيقولوا مربط الفرس أو مربط الحصان بعلاقته بالسودان. وهون بدي ضوي على شغلي انه بالبحث اللي عملته، وهون ما بيسعني الا اشكر صديقي الغالي في القاهرة وهو ابن الاسكندرية، الاستاذ الهاني العبد الله، يعني هاني سزاني، يعني انا بشكره الفريدي بامتياز، واللي اجى من القاهرة على دمنهور حتى يحضر أوبرا دمنهور وقت كنا عم نقوم بالحفل التكريمي بأوبرا دمنهور. هلق الموضوع المهم إنه في فقرة من أوبرات ما تقولش لحد. إحنا نعرف إنه فريد أول من قدم الأوبرات حسب البرام الأوروبي والعالمي لتعريف كلمة أوبرات، أول من قدمها باعتراف الجميع فريد الأطرش، بعيدا عن قصة قيس وليلى للموسيقار محمد عبد الوهاب اللي يعني اخذي 10% من قصة الأوبرات، ما إلها علاقة بالأوبرات لأنه كان هي عن دويتو، لأنه لها شروطها، هالشروط كلها من خلال ما تقولش لحد الحمد لله، يعني اكتملت، ولكن عبر ما تقولش لحد وفي قلبها اللي هي بحدود 13 دقيقة في حصة للمطرب السوداني إسماعيل عبد المعين. حقيقة أنا ذهلت، اللي هو من مواليد 1916 وغادر الدنيا ب 28 مايو 1984، ولكن موسيقى وملحن سوداني يسميه البعض الأب المجهول للموسيقى السودانية، وهو أحد أركان الأساسيين للغناء والموسيقى السودانية، وضع عدد من الألحان الشهيرة وغنى له عدد كبير من المشاهير. الغناء السوداني في الأول من عزف العود في استوديو الإذاعة السودانية منذ افتتاحها سنة 1940 كان إسماعيل عبد المعين، اللي أخذ بالأوبرات بفريد أخذ دوره الرائع، بمدي بنا كتير طويلة قصيرة، ولكن أخذ دوره كجزء من أوبرات مع نور الهدى ومع فريد، وهذا الشيء بيفرح للواحد انه اخ سوداني ومطرب عظيم. هلق الاكثر من هيك عم بفوت على الريشيرش، يعني كدراسي تفاجأت، اول شيء درس بمعهد فؤاد الاول بمصر وتخرج 1933، وهذا المطرب اللي اخذ دوره بما تقولش لحد، ووضع عدد من الالحان والاناشيد العاطفيه والوطنيه، ثم سافر على فرنسا حتى 1939 لتكمل دراسه الموسيقى. كان مولع بالبحث وسافر إلى كل أنحاء السودان حتى يفرجي للعالم كله أنه بكل منطقة لها تام خاص فيها بالموسيقى السودانية، وخاصة أول من أدخل موسيقى التمتام، واللي لقيت ثورة، عملت ثورة بالأغنية السودانية ولقيت انتشار عند كل الشعب السوداني، كان
الأستاذ إسماعيل عبد المعين. يعني فريد اختار الإنسان الباحث والموسيقي والأخطر من هيك والشيء الرائع. يعني فبسطت منه أنا كتير إنه هو اللي قام بتلحين نشيد مؤتمر الخريجين الجامعيين في الخرطوم يعني في السودان مع إيقاع المارش نشيد صرخة روى الدم. وبعدين الأهم من هيك كمان وضع لحن النشيد الوطني اللي هو تحت عنوان واجب الأوطان لداعينا، وسمع هالنشيد جزء منه قائد الأسطول الأمريكي في الأطلسي بعيدا عن السياسة، عم نحكي فن، وتمنى على الفنان الكبير إسماعيل عبد المعين أنه أن يكون جزء من هاللحن ياخذوا شعار رسمي للبحرية الأمريكية. وسافر على طبرق في ليبيا للأستاذ إسماعيل حتى يسمع إداء الفرقة العسكرية الأمريكية لهالنشيد، وهو أول من أدخل السلم الخماسي السوداني إلى الموسيقى السودانية. لذلك هذا العمل بالبعد الثقافي كان إغناء للموسيقى السودانية، واللي بعمل المستحيل حتى يدخل نوع من التوليف الجميل من كثير من الموسيقى، التعبير الموسيقي في مختلف المقاطعات السودانية. ومن أشهر من غنى له خليل إسماعيل، كلهم سودانيين طبعا، عائشة الفلاتية، إبراهيم الكاشف، خضر بشير، وسيد خليفة. ولكن نرجع للظلم ما غيره، كل هذا السيفي العظيم لي إسماعيل عبد المعين جابه الأستاذ فريد الأطرش الله يرحمه ويرحمهم كلهم، جابه وحطه بما تقولش الحد. العجيب عفوا أنه أنا عفوت على أحد المصادر، تصور أنه جزء لا يتجزأ وكان يفتخر فيه الأستاذ إسماعيل أنه كان له علاقة بالموسيقار فريد الأطرش، ومن كثر إيمانه بفريد وفريد إيمانه فيه كان له جزء من كوبلي رائع سوداني وبجيب سيرة الخرطوم فيه بأوبرات ما تقولش لحد. المأساة الكبيرة كل سبي طبعا ذكرت بكل العظمة، ولكن جزء الأهم لم يأتوا على سيرة، وقلال بيعرفوا واحد قلال، لم يأتوا على سيرة المطرب السوداني إسماعيل عبد المعين ومشاركته بهالأوبرات هيدي بإرادة من فريد ومنه. والمأساة الأكبر الواحد اللي بيعز علي فيها إنه الدراسة استندت، بتقول حرفيا استندت على الإعلام عن السينما العربية، يعني من خلال الإعلام عن السينما العربية واللي كان فيه دراسة للأفلام السينمائية العربية، ولم لا يمكن إلا يكون استندت طالما وصلي طالما الحديث عن إسماعيل عبد المعين السوداني بهالجهة اللي هي خاصة بالسينما، معناتها هي اللي عبرت عنه من خلال معرفتها فيه بما تقولش الحد، ولم يأتوا على سيرة ما تقولش الحد. كل شيء بقدر بقول بوضع أمام شعبنا وللتاريخ وللأجيال الحالية والأجيال القادمة، مش عم بكبر مع العبري أنا وفرجي عم استعرض لا سمح الله، ولكن عم بقول إنه فليتذكر كل من يحب فريد ولكل من يحب الفن الراقي إنه فريد كان عم يطلع حتى يعني بشعبنا العظيم بالسودان، إنه هالشعب العربي، وكان في طالما في قسم للخرطوم مدينة الخرطوم الموضوع جاب أهم باحث موسيقي ومطرب موسيقي وموسيقار موسيقي سوداني وحطه بهالأوبرات. لذلك تحية كتير كبيرة لروح موسيقارنا العظيم، تحية كتير كبيرة لشعبنا الحبيب في السودان، تحية كتير كبيرة لشعوبنا العربية في 22 دولة عربية. شكرا جزيلا، يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. شكرا.